تلقى خفير الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين نداء استغاثة مفادها قيام امرأتين على متن سيارة نفعية باختطاف طفلة تدرس بالابتدائية ومحاولة اختطاف طفلين آخرين بالمكان المسمى قرية المخفي. مباشرة تم تفعيل مخطط غلق جميع المنافذ لمحاصرة السيارة المشكوك فيها وتوقيفها، أين تم العثور على متنها على امرأتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات. من خلال استجواب الضحية بحضور وليها صرحت أنها كانت محل اختطاف من طرف مشتبه فيهن رفقة زميلتيها اللتان لاذتا بالفرار بعد سماع صراخ سكان المنطقة. مواصلة للتحقيق تم توقيف المشتبه فيها ثالثة مشعوذة معروفة في المنطقة. بعد توجيه نداء للجمهور تم التعرف على المشتبه فيهما من طرف ضحايا آخرين من ولايات مجاورة. تم تقديم المشتبه فيهن أمام العدالة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.